فقال الله عز وجل: ثم لترونها عين اليقين، ثم قال وهو أصدق القائلين: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العلماء إذا ذكروا هذه الآية يذكرون ما رواه الإمام مسلم بصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم فلقي أبا بكر ولقي عمر فسألهما: ما الذي أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. فمضوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه، فرأتهم المرأة فقالت: مرحبا وأهلا. قالوا: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. فعاد الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. هذه اللفظة وحدها تشعرك بفرحته. ما زال الناس إلى اليوم الأخيار أهل الكرم أهل الفضل أهل الجود يقولون هذه الكلمة إذا رحبوا بأضيافهم. فقال هذا الأنصاري: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم عاد وأتى لهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وهذا أراد أن يجعله توطئة لما بعده، ووضعه بين أيديهم يطعمون. ثم أخذ المدية معنى السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. لم يمنعه من الكرم، لكن لا يريد له أن يتلف ماله. قال: إياك والحلوب. فعمد إلى شاه فذبحها ثم طعموا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طعموا قال لصاحبيه: خرجتما من بيوتكما ما أخرجكم إلا الجوع، وأنتم قد رويتم وشبعتم، إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من النعيم. فأهل العلم من أهل التفسير من هذه الصناعة المباركة ممن سبقنا إذا جاءوا إلى هذه الآية لتسألن يومئذ عن النعيم يذكرون هذا الخبر. ثم اختلفوا في المراد بالنعيم، فذهب بعضهم إلى أنه الصحة والفراغ، وقيل الصحة والغنى، وقيل غير ذلك. والذي يظهر أن الإنسان ينظر في حاله، فما سد به الجوع، وما كسيت ووريت به العورة، وما ستر به الرجل وأهل بيته، فهذا لا يسمى نعيما. لأن الله عز وجل قال لأبينا آدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما زاد على ذلك من طيب العيش، من الأمن، من السلامة، من العافية، من رغد العيش، من لينه، فهذا نعيم يسأل الإنسان عنه، وهو قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله، وقاله غيره، وهو أقرب إلى الصواب. فخشونة المطعم وما يستر جسد بني آدم هذا ليس نعيما يسأل عنه. ما زاد على ذلك مما يترفه الإنسان فيه، مما يسمى في عصرنا اليوم بالكماليات، هذا كله يسأل الإنسان عنه. والمراد من الصورة كلها أن يعلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن زيارة القبور الأصل أنها تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا وتجعل القلب لينا وتبعد عنه القسوة، وهذا الذي يحتاجه المرء في حياته. كما أن تقليب جسد الميت أعظم ما يجعل القلوب تلين. ألن الله قلوبنا وقلوبكم في طاعته، ويسر الله لنا ولكم العمل الصالح والقول السديد.